سيدي في البيت ما ترجعش ليه؟ ايه وانت يا ابني؟ انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم؟ اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندم 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمعوا بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف دي من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه. لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن. جاتك نيله انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي حرف الايه. لسه. من يا اخويا؟ لسه. مين لسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندم. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. انتو. من يا اخويا؟ انتو. من انتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فاضل له يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. اهدي ايه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟